نصلحوا لكم موقع كيهتم بالمشاكل والضغوط النفسيه اللي يمكن تعيشوها، واخر كينمي القدرات الفنيه عند الاطفال ديالكم. بغيتوا تعرفوا لادريسي بي ديالكم؟ واش فات لكم سمعتوا بومبي تي في؟ كنصلحوا لكم تاسك بو فقره تيليشارجمون. جي بي اس هو موضوع فقره هاي تك ديال هذه الحلقه. واخيرا متشوقين تكتشفوا معنا لو جو فلاش وفيديوهات ديال هذا الاسبوع؟ سيدي سيداتي ما عليكم الا تكونيكتاو معنا على برنامجكم الاسبوعي سيبر كافي. psychology.com موقع كيهتم بدراسة نفسية الشخص وتحليل شخصيته، تصرفاته، أحاسيسه وعلاقته مع الآخرين، أي المحيط العائلي والمهني ديالو. psychology.com كيقدم كذلك لزوارو دي ثيرابي أو علاج نفسي لمختلف الحالات اللي كيقدر يعاني منها الفرد والمجتمع، خاصة الضغوط والتوترات واللي كنعيشوها كل يوم، بالإضافة لعدة فقرات من بينها الأزواج، العائلة، الجمال والتغذية. غادي توجدوها psychology.com. جو ديسين موقع جميل لتنمية الحس الفني عند أطفالنا. جو ديسين كيعطي الإمكانية لوليداتنا باش يتعلموا يرسموا ويلونوا ويطلقوا العينان للفنان اللي في الداخل ديالهم، وذلك حسب السن والجنس ديالهم وحتى حسب المناسبات المختلفة اللي عندهم. موقع جو ديسين زيادة على الرسم فيه كذلك فقرة التلوين وحتى فيديوهات ديال الضحك وديال الموسيقى. إلا كنتو من هواة الأفلام الهندية وكتعشقوا الضحك والتقشاب، بومبي تي في غادي توجدوا فيه مرادكم، حيث هاد لو بون بلون كيعطيكم إمكانية اختيار مقاطع من أفلام بوليوود، تديروا ليهم سوتيتراج أي ترجمة مكتوبة أو ترجمة بالصوت بطريقة فكاهية وترسلوهم الأصدقاء ديالكم. بومبي فكرة زوينة إلا شي عشية ما كان عندكم ما يدار. لادريس اي بي هي العنوان اللي كيعطيكم المزود ديالكم خدمه الانترنت، وبها كتكونيكتاو في الشبكه العنكبوتيه وهي بذلك الهويه ديالكم في عالم النت. لادريس اي بي عباره عن سلسله من اربعه ارقام، ولكن الكثير منا ما تعرفوش لادريس اي بي ديالهم. الحل سهل، يكفي تزوروا موقع وات از ماي اي بي ادريس، غادي تظهر لكم لادريس اي بي ديالكم على هذا الشكل، وغادي يظهر لكم كذلك الموقع الجغرافي او البلد اللي نتوما مكونيكتين منه، بالاضافه للمزود ديالكم خدمه الانترنت. من بين الخدمات اللي كيوفرها هذا الموقع غادي توجدوا خدمه سبيد تيست واللي كتمكنكم من التعرف على سرعه الربط اي لا كونيكسيون ديالكم، بالاضافه لفقرات وخدمات اخرى متوفره على هذا الموقع. تاسك بو برنامج مجاني كيعطيكم امكانيه تشخيص لو منيو او القائمه الخاصه بكم وتلوين النوافذ ديالها، وكذلك اعاده ترتيب لابار دو تاش اي شريط المهام ديالكم. كما كيوفر لكم تاسك بو اون بار دو لونسمون رابيد اي شريط تشغيل سريع. تاسك بو غادي يزين شاشه الحاسوب ديالكم وغادي يسهل المهام ديالكم، بالاضافه لمزايا اخرى غادي تكتشفوها ملي غادي تيليشارجيوه. افاتار هي اللعبة فلاش ديال هذه الحلقة. لعبة افاتار مستوحاة من فيلم افاتار الشهير للمخرج جيمس كاميرون واللي حقق نجاح كبير وإيرادات كبيرة. لعبة افاتار الهدف ديال البطل ديالها حماية الكوكب ديالو باندورا من الغزو ديال الانسان. هاد اللعبة كتلعب بليتوش ديال الكلافيي. بطل اللعبة خاصو يتجنب النيران المعادية ديال طائرات الغزاة، وفي نفس الوقت كيلزمو يستهدفهم بالنيران والقنابل ديالو. جي بي اس او نظام تحديد المواقع هو كيف ما كيدل الاسم ديالو جهاز كيمكن المستعمل تحديد المواقع كلها اللي كيتواجد فيها. اجهزه جي بي اس كتواجد على شكل اجهزه مربعه الشكل القائمه بذاتها، كتوضع في السيارات والباخرات بحال جي بي اس اوتونوم، ويمكن كذلك لاي شخص يحملها معاه في الجوالات ديالو بحال جي بي اس روندوني، او تكون متوفره داخل الهاتف المحمول بحال كيت جي بي اس. اجهزه الجي بي اس او تحديد المواقع سمحوا كيتواجدوا في اغلب الاحيان داخل لي طابلو دبور او لوحات المعلومات ديال السيارات. هذه الاجهزه كتعتمد على تقنيه الجي بي اس واللي كتعني جلوبال بوزيشنين سيرفيس، اللي كيمكن يحدد اي موقع كيتواجد فيه الشخص في اي مكان في العالم من خلال تتبع الاقمار الصناعيه.
غادي نفوت ضربة خطا اللاعب حتى واحد. واخيرا نخليكم مع هاد لو بيبي كونغ فو. الله يعمل شي واحد.